مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا سعيد ألتقي بكم في هذه السهرة وهي بعنوان منتهى الإلفة. وبزعد أكثر إنه يكونوا ضيوفي معاي في هذه السهرة بتجمع بينهم الإلفة والمحبة والأخوة الصادقة. سعيد إنه يكون معاي الأستاذ صلاح أحمد إدريس، أنا سعيد جدا بك. تحية خاصة وتهنئة خاصة جدا لأهلنا في السودان ولأسرتي في السعودية، كل الأحباب والأصدقاء هنا وهناك. نعم. وللأخ الحبيب والصديق العزيز ضيفك. نعم، ضيفك العزيز. نعم، وضيفك أيضا في هذه السهرة الأستاذ إسحاق حلنقي. وما ننسى كمان ضيف حلقتنا أيضا الفنان الشاب الجميل محمد الجعفري. وياريت نعرف العلاقة بين الفنان المغني والكاتب أو الشاعر، يعني دي بتخلق ثنائية دائما. هي العلاقة ممكن تكون بين الشاعر والمغني. نعم. وممكن تكون في العتبة والقنطرة اللي هي اللحن أو الملحن يعني. نعم. وممكن يكون في كلام كثير طبعا. يمكن الإرث الغنائي السوداني يمكن كان أكثر من غنى هم ملحنين إلا القلة يعني. والغنى بتاعت كان نسي ألقاك، الحقيقة أنا كنت القنطرة والصلة بين الاثنين، الأخ المكاشفي، وأنا بعيد التهنئة له وأزيدها، ومحمد الجعفري. وصراحة يمكن برضو حاجة من الحاجات اللافتة فيها إنها حاجة أنا بتمنى إنه أكون نجحت بنجح فيها، يعني اللي حكاية التفصيل بتاع اللحن على الصوت جعفري. أو أي نعم، وبتجي عن طريق التقمص، وده كلام طويل خاصة من فيما يخصني أنا يعني. الأغنية دي صراحة مطلعها بدايتها كانت مني أنا لأخوي المكاشف. كتبت المطلع. أي كان نسي على. طيب دي على غد يعني، يعني هو الإحساس كيف حيكون؟ ما حط هنا الإحساس. لا بالعكس بالعكس. من إحنا لغاية هنا أوكي متفقين. نعم. كتب المطلع. نعم. وصلاح بيعملها كثير يعني، أنا نفس الشيء مرت بيه تجارب زي دي معه. نعم. لكن عايز أعرف كان نفسي ألقاك. فهل المسألة بتاعت اللغية دي تمت ولا لا؟ لا، ما هي كان أمنية. هي أمنية. نعم. أمنية هي لكن أمنية. ويمكن أمنية بدت من حالة بتاعت ممكن أقول حالة نفسية متدنية، ما هي إحباط. نعم. ما عايز أقول إحباط ولا كده أو اكتئاب ولا كده، لكن المهم هي مشت الناس كلهم يا صلاح. نحن ما تخليك إنسان واضح معي يعني. أي زول في الدنيا دي عنده أمنية والأمانة كلها ما بتتلقى. الكلام ده الكلام ده بعدين بدأ يبقى يا إسحاق. يلقاها ولا ما يلقاها؟ الباب دلوه ما تفتحه. لا وأنا والله مصير إنه نفتحه. في على كل حال كان نسي ألقاك وأحكي ليك عن زمن غدار وجاير، وذكرك أيام نديك وذكرك الليالي علي عليك ايش كده كان نسي ألقاك وأحكي ليك عن زمن غدار وجاير، وذكرك أيام نديك لما الزمن فرحة وبشاير، الليالي علي عليك لو حتى في الطيف جيت نزاير. هاي كمل مكاشفي. بالمناسبة التكملة مكاشفي والحلنقي بيتفقوا في حتة بتاعت يعني عبقرية التكملة. إذا أنت بتتغمص فنان. نعم. هو ده بيتغمص. لو بدينا اسمع صلاح بديك بيدي عليك الباص، بيدي عليك اللعن، وبعدين يفكك في العكس الهواء. لا بالعكس. أنا عملها معي في أبو ظبي أتذكر. نعم. في حاجة اسمها خط النقط فوق الحروف. أيه. بداه برضه. خط النقط فوق الحروف. أنا كتب كملت أتذكر. لكن ما صعب إنك يعني إحساس وحاجات تكملها. ما يندل. ولدي الإلفة. الإبداع ده مناسبة العملية الإبداعية كلها يعني. خيال. تبدأ وتنتهي في يعني في فضاءات الخيال. صحيح. أنا حقيقة يعني حلنقي عندي معه حاجة. إن شاء الله ينفع فيك.
هو حلنقد اكثر احسن هذول بيلقط الكلام وطوالي ويجيبوا كده يغلفوا ليك ويحسنوا ليك وينسج عليهم وينسج عليهم ان شاء الله ينفع فيك سهري سهرت عليك كان عشت عايش ليك وموت ذنبي عليك. يجي طوالي الحلنقي يعمل تيك اوف بتاعه نعم. اقسمت ليك بالنون انا بيك اخلي الكون يسرح ظلاله عيون والعمر ما حيكون يمكن عشانك يكون انا كل مناي يرضيك ان شاء الله ينفع فيك وان شاء الله يكون نفع الحاجه دي ممكن يعني طبعا ممكن ممكن تكون معي شاعر ثاني ولا الا شعراء يكونوا قريبين منك طبعا لابد من توافق توافق نفسي توافق فكري توافق يعني التوافق والفة زي ما بنقول احنا الليله يعني انا لما كتبت شعر النوردي كتبت قصه بتاعت احد الفنانين الاصحاب يعني نعم. وقدرت انقول لدرجه انه الناس كانك الناس انت الحاسل ما كان انا العايش نعم عايش القصه المعينه ودي زي ما كلمتك يعني مش انا كمان شعراء كبار جدا يعني انا بعرفهم في اصحابهم بيحكوا لهم حواديت كده او جراحات خفيفه كده بيكتبوا شعر طوالي بيعملوه بتبقى شعر بيكتبوا شعر نعم وبيطلع غنى جميل جدا من الحته دي لكن انت حاج عندك بعض يعني صراحه هي المواقف اصلا ما في مواقف ثابته الا الاشياء اللي ما فيها كلام يعني ايمانيه و روحانية وما إلى ذلك لكن أنت عندك من المواقف اللي أنا بصراحة مستغرب بستغرب إنه كيف زول يكتب بتاعت حمام الوادي يا راحل حمام الوادي يا راحل مع النسمة الفرحية والفرحية ومع الياسمين هذا الليل تواصل رابية منسية صغارك مشتهين ترجع تضم العش بحنية تسيبهم مش حرام للريح وعارف القاسومة شوية بعدين بتقول في النهاية بلادك حلوة بلادك حلوة أرجع عليها دار الغربة ما بترحم وطوب بجناحك الوادي وعين الخضرة تنسى الهم بياض ورد الضفاف الساج يضم عليك ويتنسم تعال لأهلك الطيبين ملوك العزة ما بتندم طيب تمام. الكلام ده في اللعبة بتاعت الشطرنج بيقول لك كش ملك لانه انا استدرجت تكسر حتى يا اسحاق زول قال الكلام ده هو في البلد قبل ما يسافر بقول له زول سافر ارجع كيف تسافر وتقعد لك 27 سنه؟ والله يا اخي حتى فعلا يعني ترجع الناس وانت تطلع ولا شنو؟ لا مش كده ما هي انا انا في النهايه اذا من 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 يعني من رؤى ايمانيه كده انه ده مقدر نعم وانا ما بقدر ابدل في قدري لا صراحة يعني ده غدرك ده غدري يعني أي خطوة الواحد بيمشيها غدر مكتوب فالهجرة اللي أنا نويتها دي وصراحة يعني أنا لما جيت أذكر للأخ الله يطراه بالخير الرائد مامون عوض أبو زيد فقلت له يا مامون يا أخي أنا عايز أسافر الخليج كده أقضي لي سنة سنتين وبرجع فعايزك تعمل لي توصية لسفير دولة الإمارات هنا في خرطوم وبرجع وبرجع نعم بس يعمل لي تأشيرة بتاع زيارة نعم فلاواني لا قال لي أنا ما بعمل الحكاية دي المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة مررت ضغطت عليه الحقيقة فهو بوقع كده في الكتاب بتاع التوصية قال لي لكن إسحاق سنتين حاضر بس حاضر يا صاحبي نعم وبس مشيت في سكة الغربة انت قلت يا لسك ماشي باللواري مشيت في سكة الغربة دي هي سكة صعبة ما في شك يعني قاعد نفسرها ولا نخليها لا دي اللي قدام لازم تتفسرها صراحة اللي قدام بيقول المهم لما وصلت دولة الامارات الحقيقة لقيت حب الناس ولقيت اعزازهم ولقيت بلد يعني غدرني وظلالي وظلاني كده بالمحبة وعشت فيه يعني وطبعا الاولاد التحقوا بالمدارس والاغاعه يعني بقى اغاعه الى حد ما هادي كده ف بقت صعبه الرجعه؟ بقت صعبه علي طبعا الالتزام بالحته بتاعت المدارس كانت عمليه صعبه جدا نعم. بالنسبه لي عشان لانه كنت لازم الم الاجنحه دي كلها عشان نرجع سوا يعني وكانت صعبه علي واستمرت السنين
والمشكله كمان المفاجاه اللي حصلت لي اني لقيت نفسي انا بعاني من حاجه اسمها فوبيا الطيران، ركوب الطيران ما كانت عندي الحد. مع ان انا جالسك ماشي باللوادي، مع ان انا مولود في منطقه جبليه، انا مولود في كسلة، نعم، منطقه عاليه وسط جبال، نعم. هنا لما مشيت من هنا ما كنت خايف؟ ما ابدا، سافرت من هنا عادي جدا جدا. ما كان خايف لانه ما ركب طياره قبل كده. ايوه يعني التجربه الاولى التجربه الاولى كنت راكب اللوري حلبيه. فصراحه يعني دي كانت مشكله بالنسبه لك؟ مشكله اساسيه بالنسبه لي. وبعدين الحمد لله يعني جات ظروف، واظن محمد حسين كسلا لما صلاح بدت زياراته لنا في الامارات يعني تتوالى كده، وكان دائما بيتكلم معي في الحته بتاعتي يا اخي المساله بتاعت الاعتراض طالت كده بتاع. اقول يا صلاح خلينا ان شاء الله، يعني ان شاء الله السنه الجايه كده انا باذن الله يا المناسبه الفلانيه اعزمه، لا يقول لي بيجي بمشي معاك بمناسبتك المره كده بقدر. فمحمد حسين كسلها مسلول الهمسه دي، قال له اسحاق ده له سنين طويله جدا انا ذاتي بحاول فيه عشان نسافر وما عارف الراجل ده عنده الحته بتاعت شفت الطيارات دي خلاص ولا تطري له سيره. بس اسحاق بدي اسالك سؤال، انت تذكر نحن تقابلنا كيف؟ مش المقابله في المطار، تواصلنا كيف؟ انا بتذكر انه في ليله من الليالي جاك تلفون حوالي الساعة 1 صباحا، تلفون ذاته انا قلت 1 صباحا دي لصديق لك يعني هاي يعني كده. انت عارف صراحة الحتة بتاعت الزمن دي مرات ما بيسأل، نعم، يكون في خاطره عايز يكلمك 5 صباحا طوالي. فالتلفون جاتني ام المعتز قالت لي اسحاق تلفون عايز، قلت لها تلفون هسه يا رب اصحابي كلهم، قالت لي واحد اسمه صلاح. نعم استعرضت اصحابي اللي قدامي كلهم، ممكن اتصلوا بي في الزمن ده؟ ما في صلاح، ما قلت صلاح مصطفى والله صحيح والله يا ابو نعم. فقمت قلت يا اخواني يمكن التليفون ده جايني من كسلة والموضوع مهم، نعم، يعني خشيت فيه خوف كده. الو دار الحوار وكان جميل جدا جدا، ابتدى كلاتي والله يا اسحاق يا اخي انا سعيد جدا بمعرفتك، لكن انا قريت اغنيه اسمها على كيفك وعجبت بها وعندي الرغبه الحينها إذا سمحت. قلت لي مسموح مسموح مسموح، نعم. دي الغناها فرفور، دي الغناها فرفور، ودي كانت بداية المعرفة بيني وبين الأخ صلاح، والإلفة والمحبة واستمرت الأغنية دي بالنسبة لي أنا عزيزة جدا جدا، نعم، لأنها فعلا كانت سبب لمعرفة رجل جميل يعني، نعم. ان احنا واستمرت تدفق العلاقات مطر نعم. نحن صراحه لازم نرجع لك في الحته بتاعت الفنان الجعفري، يعني عندك قصه في يعني فنان جميل، وهو نحن سمعنا له اغنيه جميله. كيف زي ما كان في لقاء بينك وبين استاذ حنان عبر التلفون، كيف كانت لقاءك وانت لحنت لفنانين كتار؟ والله الحقيقه يعني عايز ارجع لحكايه على كيفك برضه، انا عندها نعم. معزه خاصه جدا عندي انا، عرفتني بإسحاق يعني. و على كيف انا لما كلمته قلت ايه لحنتها يعني هي جاهزه كانت، طبعا هو داري يجمل الكلام، عايز يجمل الكلام، داري يقول لك انك استاذن منك كعادته، لا انا لحنتها. والغريب يعني انه انا لحنتها جاتني كيف، نعم، ما عارف يتذكر انه جاتني كيف، انا ما بتذكر هي الحته جات كيف. انا طبعا هي جاتك هنا، انا هناك لما اقول لك انا اداني لها الفنان جلال الصحافه صراحه لحنتها، وكنت موقن بيني وبين نفسي انه ما اديها لفنان لجلال، نعم، واستاذنته والراجل كثر خيره يعني سمح لك. اي نعم، طبعا حكايه انه ما اديها له برضه عشان الناس ما يفهموا غلط، انا جن الفنان اللي قاعد برا برا السودان، يعني نعم. صراحه يمكن عشان كده كل المبدع لما يكون قاعد برا يعني، عشان كده صراحه يمكن عندي يعني جهد قل او كثر في فهو يعني بذكره يعني او اشاره له بانه الاخوان اللي نادي بحاول انه ارجعهم. كان عندي محاولات حتى اسحاق ده بس واحد من المحاولات العظيمه الاسمرت نعم نعم, نعم. نسمع عمل ثاني من الفنان الشاب محمد الجعفري. يا الله تنصفني زول الموالفني، يا ربي تنصفني
زول الموالفني ما يمشي مني بعيد بعد ايامي لو جات شايل العيد من بعد ايامي لو جات شايل العيد ما بلقى فيها جديد
استاذ حلقي، لو تكلمنا عن الاغنيات اللي انت قدمتها لكثير جدا من الفنانين، وتكلمت عن تجربه لواحد من الفنانين انت كتبتها وحولتها لقصيده، من القصائد اللي انت بتحس انها هي تجربتك الشخصيه وبتحتزها جدا، يا ترى من القصائد اللي انت بتفتكر انها هي؟ حيقول لك واحده. نعم، هي واحده بس. كاشف الحكايه؟ لا، في قصائد كثيره حقت غير يعني تجارب غير وكذا، لكن لما اقول لك تجربتك الشخصيه يقول واحده، يقول لك اعز الناس. حتى لو كانت هيك. لا والله اعز الناس. يعني ما واحده، هي واحده؟ اللي هي التجربه الابرز. الابرز التجربه الكبيره المتوجه يعني. الباقيه في تجارب، لكن احنا دائما المتوجه. هي المتوجه اعز الناس. نعم. هي يعني صراحه أعز الناس هي كانت السبب الأساسي في أني أرتبط بالإنسان اللي هي رفيقة تربية الساعة. نقول لها كل سنة وهي طيبة، وهي إن شاء الله وأولادها وأولادها نعم بألف عافية وألف خير. ويا ريت يعني بعد ما تدينا قصتها تقرأ لنا كده عشان نعيش معاك الجو الجميل. طيب. يا أعز الناس، صراحة باين لي كده اليوم ما عارف الحكاية، ما عندها أقول لي حاجة بعد. يا عز الناس حبايبك، نحنا زيدنا قليل حنان، ده العمر زادت غلاوته معاك وصالحني الزمان. يا أحن الناس حنان، أنا كنت من قبلك بشيل الليل دموع بطويه وهم، وأنا كنت بخشى على الأمان الطفلة يفنيها العدم، وجيت لقيتك بين ضلوع شموع وغنيتك نغم. يا أعز الناس، يا حبيب ورد الأمان الحلوة في أعماق فتح، وابتدى القلب اللي عاش العمر في آهات ويفرح، والزمن ما ظنه بعدك انت يجرى يرجع تاني يجرح. نامت أحزان عمري غنى زماني وتلاشت صعاب، أنا قبلك الأيام قضيت سراب، يسلمني السراب وبيك طويت من عمري صفحة ماضي مكتوب بالعذاب. يا أعز الناس حبايبك، نحنا زيدنا قليل حنان، والحمد لله زادونا قليل كثير حنان، والامور الحمد لله جمعت بيناتنا. لا لا مداخل، انا داير اقول صراحه يعني تاكيدا لاعز الناس، وانا اعز الناس يعني دي حي طبعا قصتها معروفه ووقعها وقيمتها وترتيبها عند اسحاق واضح يعني، لكن في حاجة إسحاق ده عنده أغاني كثيرة جدا بكت الناس يعني. أنا بصراحة مرة أنت من الناس اللي بكوا بدندن بتتعلم من الأيام مصيرك، وأنا في المملكة العربية السعودية. نعم. وبين أخوان إخوة مصريين، فقاموا قالوا لي لا 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 يعني قاعد بتكلم عن الغناء المصري بكل ما فيه من تجارب وكل ما فيه من يعني انتشار ايوه يعني نوافذ ومناخات واشواق وبكائيات، يعني التقوا على ان هذا يعني الغناء السوداني تحديدا يكون هادي بتعلم الايام، انه ده كلام ما بيقدروا يحتملوهم، ده كلام دغدغ المشاعر. فانا بدار على اسحاق، إسحاق هذا الذي يبكي كل هؤلاء الناس بكى مرتين. يعني كل الكلام اللي بكي به الناس ده هو بكى مرتين. هو بكى مرتين. نعم. مرة يعني كانت في أغنية أبكي يا زهر البنفسج، أبكي بدموع الندى، وقول الغيمة المسافرة وراحلة في وقول الغيمة المسافرة وراحلة بالشوق في المدى، بالشوق في المدى دمعة الريدة اللي كانت، شمعة الريدة اللي كانت في ديارنا معيدة، في ديارنا معيدة جات ريح في عز ضياها، في عز ضياها حقيقة دي ما بكتك، ده المطلع ما بكاك، البكاك لما أبكي أدموع المحنة، أبكي بدموع المحنة، وقولي للزهر للدهر الظلمنا، أو وقولي للزمن الظلمنا، للزمن الظلمنا أبكي بدموع المحنة
دي المقادير فرقتنا وشتتت ناسنا واهلنا. قلنا بك قلنا بك وثاني بكمتين عنده ثاني بكاي ولا المرسيه بتاعت الوالده؟ نعم دي الاثنين اللي بكوا. انا كنت بفتكر اصل صلاح بكته الابيض ضميرك. كنت
شايلك في عيوني كنت خاتك في عيوني بانديك أرفع مكان بس لقيتك انت جاير لقيتك انت جاير لا الابيض ضميرك دي نحن ما الابيض ضميرك ايه ان شاء الله الابيض ضميرك دي الابيض ضميرك دي لانه تعرف انا ذاتي كان ابيض ضميري ابيض في الزمن ذاك الابيض بيبكي ولا شنو يا صلاح لا لا هي هسه تعرف الاغنيه نعم. اسحاق انا جيت للبكا نعم الاغنيه اللي بكت الناس وصلاح عارفها اعذريني نعم اعذريني اولا بكت سيف الجامعه وخلت جمال فرفور يقول انا لو بالبنادق داير الاغنيه دي ودوني محكمه ودوني مكان ودوني فهي في اغنيات بيصل احساسك مرحله العشق ليها يعني فرفور نحن لو وقفنا الحته بتاعت اعذريني دي بس سيف كان رجل مبدع قال انا طالما في حاله عشق بين الاغنيه دي وجمال انا ما حقدر اوقفها لا الابيض ضميرك انا نحن ما غنيناه قبل شويه نعم انا كنت عايز اسال اسحاق الابيض ضميرك يعني هي انت الابيض ضميرك مش نعم. الابيض انت الابيض ضميرك ما في انت ابدا وفي ضيعني معك قلبي الابيض لا 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 الابيض ضميرك دي ما طبعا هي المولود الاول نعم ان لم يكن شعريا فاذاعيا ويعني ظهرت للاعلام للناس نعم والابيض ضميرك دي انت رسلتها لمجله هنا ومدرمان صحيح وكان ذلك في الزمان الجميل اللي فيه هنا من درمان زاد وقراها طيب عبد الله وكان طيب عبد الله قراها ولحنها في شن لا ما في شن دي هو جه هنا الكلام ده احنا ما دعنا نقول 200 لا تواريخ ما نشتغل بيتها هو لحنها وهو هنا نعم وغناها وهو في الاذاعه انا بدي اسال سؤالين نعم السؤال الاول يا اسحاق امسك الورقه والقلم قول اللي عايز تقول انا ما عندي مشكله السؤال الاول انه انت قد كتبت لما رسلتها باسحاق عثمان ولا اسحاق الحلنجي؟ يعني اسم الحلنجي ده كان جلي للمجله؟ لا هي رسلتها باسحاق عثمان ابراهيم الحلنجي لا الحلنجي موجود الحلنجي موجود الحلنجي ده عمله عمر عثمان كويس ممتاز جدا طيب السؤال الثاني لما غناها في الاذاعه سمعت او كلموك يعني في زول كلمك هو الطيب ما اتصل بك ولا كذب لك ابدا ابدا الطيب لقاك هنا الطيب التقى بي هنا والتقينا هو كان عايز جاي عشان عنده مقابله مع الله يرحمه احمد الزبير المقدم بتاع اشكال والوان اشكال والوان في الاذاعه وانا جاي كمان لاني الاغنيه سمعتها في كسل يعني كانت بتذاع طوالي نعم فسمعتها وانبهرت بها يعني فعلا وكانت سبب اساسي في اني انا اجي الخرطوم وادخل في الزفه بتاعت الابتهاج لكن صراحه كان لها دور اساسي جدا انا صراحه ما تصورت في يوم من الايام انا اطلع من كسلة هي طلعت لما هل تصورت انه لما رسلتها المجله لا لا ما كان تصورت انه يعني تلتقط وتلحن لا والله ما كان الحته دي عندي انا كنت بتصور انه ألقى كلمة حلوة كده وإنها تتنشر وأقرأها في الجريدة واسمي كده مكتوب عليها وألف كده على الأحباب إنه أنا بقيت شاعر والحاجات الأمنيات الطفولية الحلوة وجاء والتقط الفراشة فجاء طيب عبد الله بقى ليه سبب؟ شالها التقط الوردة دي نعم الوردة البيضة دي ودور بي أنا بعد ذاك صراحة برضه المحطات اللي بفتكر إنه هي عايزة لها إضاءات الشاعر العظيم المرحوم عمر الطيب الدوش نعم أنا عارف إنه أنت عندك علاقة به مميزة جدا صحيح عمر الدوش كان يعني من اقرب
سافرت معه زمن ذاك حاج الحلق وبس، واشترطت عليه انه يسافر معي كسلة. مشى معك كسلة يعني. مشى معي كسلة، وما كنا ابدا يا صلاح انا وعمر ده بنفترق، يعني من تصبح الى ان تمسي نحن بنكون دائما مع بعض. وكان اي يوم ما نلتقي فيه سوا كانما اليوم ده ما محسوب من اعمارنا ابدا يعني. في حتتين صراحة سمعت بيهم قصة سمعتها قصة في واحدة منك انت والثانية سمعتها من زول ثاني، هو طبعا كان من يعني الله يرحمه احسن اليه، كان رجل او من شعره بتعرف خطه او منهجه في الحياة، واعتقد ان هذا المنهج من خلال برضو الاخوان الاصحاب اصدقاء الشيء ده كانت يعني اصدقائه يعني الكثيرين والجميلين رحم الله منهم من مضى واطال في عمر البقية، فكانت في محاوله بتاع جرك لليسار اي يعني واحد من غير ما نذكر من غير ما تذكر زور كذا، فعمر قال له يا اخي ارجوك اداك شنو؟ لا قال لي يا اخي ارجوك بالله، لا هو اداك شنو الزول الثاني؟ اداني كتيب كده يعني ماشي، ما كتيب كتاب فانا بقرا فيه، وعمر جا داخل قال لي قال لي الحكايه ليش تبي تقرا فيه ده؟ معايا انا عارف العنوان الحاصل شنو؟ الفيلم عارف فقال لي يا اخي انت كنت لديك طبعا اشتراكيه؟ المهم قال لي يا اخي بالله ارجوك اسحاق ده خليه في العفويه بتاعته دي وفي رقته وفي جماله، لو خش في السكه دي ما بنلم فيه ثاني. قال لهم يا جماعه الزول ده المهم خلوه لطبيعي يغرد كده في عالمه وخلاك تغرد. ويعني المهم عمل لك سياج، عمل حماية. أنا أصلا طب أنا من الله ما خلقني كنت أعمل، شفت اليقين كده والمحبة وكل لا الانغماس في السياسة، لا أبدا ما عندي علاقة أنا بالحتة دي. لما هو لو مسكك هو دخل ما هو مسكني يعني بالحتة بتاعت إنه إسحاق ده أنا ما عايزه مش في خط بتاع السياسة. خلوه كده على طبيعة. لكن مشيت في خط السياسة يا إسحاق؟ والله ما صراحة صراحة لغاية اللحظة دي أنا سياسي بالمناسبة بدعم الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي صح مشيت معه، لكن مشيت مع منو؟ مشيت مع عمر حاج موسى الله يرحمه. عمر ما كان السياسي اللي انت كان زول ملون باي لون، الناس كلها بتحبه وكان انسان محبوب. وانا اصلا ما جابني الا عمر حاج موسى الله يرحمه، ما اشتغلت معه الا لانه كان رجل محب. عمر حاج موسى بيسمع البلابل وبيسمع وردي وبيسمع كابلي وبينتقد وبيسمع الشفيع وابو داوود يعني اتذكر كان دائما كل الفنانين كان بيحترمهم وبيحبهم وكان بيصير كل الرحلات اللي كان بيمشيها الرئيس نمير انه يكونوا فيه فنانين مسافرين معه.
أقمار تطوح قرب عليها عشان تشوف قرب عليها عشان تشوف من حولها الأقمار تطوح لو فارقت قلبي العطوف لو فارقت قلبي العطوف خلت مكان البس مخوف بهديها من قلبي السماء بهديها من قلبي السماء بهديها من قلبي السماء وارمي الملام على الظروف 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 ارمي الملام على الظروف آه نرجع لكم مرة ثانية مشاهدي الأعزاء وبحييكم مرة ثانية وثالثة ورابعة أستاذ حلنقي الناس كثير بتعرفك وسمتك يعني حاجات كلها يعني ريز جمهورية الحب الحب والرومانسية في ناس بيقولوا أنت ما كتبت إطلاقا للوطن يعني شغلك كله رومانسية وحب هو الوطن في أصل الحب هو الوطن ذات حب وما في وطن بدون حب يعني انا تفتكر لما اكتب لي اغنيه رومانسيه كده او اغنيه حلوه يغنيها زول مثلا انا محتار على السؤال وعلى الجواب ذاته يعني انت عملت لك قصيده في الشيخ زايد بن سلطان الهيان الله يرحمه ويحسن له الله يديك العافيه يا ملك الحنيه ويا رئيس الجمهوريه العاطفيه انا القصيده كتبتها طبعا في الزعيم الراحل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حياتي في حياته، وهي كانت من وحي المواقف العظيمة لهذا الرجل العظيم يعني. حبة منا كده. فالسيف يوما قد يجف معينه، لكن سيفك لا يجف معينه. والبحر قد السيف البحر يوما قد يجف معينه، لكن بحرك لا يجف معينه. والسيف قد يقفو بمقبض فارس، لكن سيفك لا ينام سنينا. أسد إذا ضرب الفريسة عافها ورمى بها يقتاتها مسكينا. رجل إذا نظر السحائب أمطرت مطرا يرن على السفوح رنينا. لو أخبروا الحسناء أنك زائر أمضى سحابة يومها تزينا. فالقصيدة دي يعني لقت من مدينة العين كده برضو كتبت فيها حاجة في مدينة العين برضو كتبت فيها. والمدينة اللي فعلا أنا يعني كل أولادي تربوا في زلالة يعني هاي. العين خيل حمحمت لرجالها، من يأتني بالسيف أبدأ رقصتي. العين ما أحلى النخيل يحوطها مثل القلادة حول جيلي حول جيدي. حبيبتي مهما رأيت من المحاسن لن ترى مثل الذي في العين كحل مقلتي. أما كسلة قلت فيها موشح بغنيه الأخ طيب عبد الله اللي هو موشح كسلة، بقول في اليوم عدت إليك يا كسلة بمغلطي تعاسة المتغرب. في كل شبر ضجة وتأسف أنكرت بعدي جفوتي وتغربي. أنا إن رجعت بلا غد لا تأسفي، فالمجد بعض من فضائل مذهبي. هذه الجبال عبادتي في صمتها شمخت كمحبوب عزيز مطلبي. قد جئتها والليل يدفن نجمه والريح يبكي عاصفا في مركبي. عندي كنوز الضوء أنثرها في كبريائي أويت لا إن تغضبي. دي مقطع برضو من محنة. هي محنة طبعا. هي سجلت فوز ضخم جدا جدا في إحدى في واحدة من سباقات الهجن في الناقة السودانية المملوكة للشيخ محمد بن راشد. وبقول فيها وأنا معجب بها الحقيقة، هي طارت يعني في السباق، ما ركضت إنما حلقت فحركت شجوني. فقلت فيها الأبيات دي: هي محنة للنوق يشبه رغضها برقا تطاير في السماء بريقا. هي محنة صعب عليك منالها، فاختر لنفسك مخرجا وطريقا. شقائق النعمان لم تسمع بها ملكت قواما نسقت تنسيقا. يا طارق بن زياد لو شاهدتها لرددت أندلس عبرت مضيقا. وفعلا هي كانت من القصائد اللي لقت رواج ولقت تقدير كبير من الأحباب. شايف أن الزمن مضى سريع أخ صلاح وحلنقي، نحن على أعتاب الختام. والله يا أخي نحن نتمنى طبعا سعدنا صراحة بهذه الرفقة الجميلة، ونتمنى أن يكون في هذه الإطلالة ما يسعد رفاقنا المشاهدين يعني من يرافقنا في المشاهدة يعني. نعم أستاذ حلنقي، والله أنا تعرف سعيد جدا بالجلسة دي، وبعدين جمل الجلسة أنت عارف رزاز المطر ذكرني عطشان والبحر جنبك رزاز الموج يرز قربك. نعم. وهو الموج جنبي أنا فيني تعرف. نعم ليش على يمينك خطوتين وأنا في البحر. نعم. وصراحة أمسية حلوة جدا جدا غسلت
كثير من الشجن وزادت جمال العيد في دواخلنا. نعم، وزي ما قلت انت كمان رزاز المطر زينا ايضا بالحان الجميله والفرقه الموسيقيه الفنان الشاب الجعفري. نحن بنحييه مره ثانيه وثالثه، وبنحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذه الليله من خلال هذه السهره، وفعلا فعلا منتهى الليله.